لكم اصدقائي متتبعي قناه سكولا طب. اليوم غندير واحد التمرين ديال لي كاري ماجيك. اذا ربما يتحط لكم شي تمرين بحال هذا في الاولمبياد باش تعرفوا تخرجوا هاد التمرين. نحاولوا اننا نخرجوه باش تاخذوا واحد الفكره على لي بويسونس. اذا هذا كيهضر التمرين على لي بويسونس. اذا التمرين ديالنا هو كاري ماجيك. La question à poser, compléter le tableau avec des puissances de 5, sachant qu'en multipliant les nombres de ligne, d'une colonne ou d'une diagonale, on obtient toujours le même résultat. Donc, nous avons les puissances de la base de 5, sachant que لما نقوم بضرب على المستوى الخط الأفقي أو العمودي أو الخط المائي نحصل على نفس النتيجة. إذن في نظركم كيف يمكن حل هذه المسألة؟ إذن أولا غادي نقلبوا على النتيجة ديالنا اللي هي هاد الأوكتوغونال. غادي نحسبوها النتيجة ديالنا اللي هي 5 ناقص 4 مضروبة في 5 أس ناقص 1 مضروبة في 5 أس 2. إذن كتساوي كنحتافظو بلا باز ديالنا اللي هو 5 وكنجمعو لي بويسونس كاملين اللي هو ناقص 4 زائد ناقص 1 زائد 2 ونتحصلو على لا ريزولطا ديالنا فينا اللي هي 5 على بويسونس موان 3. إذن هادي هي لا ريزولطا اللي خاصنا نلقاو كاع في لي كولون وفي لي لين اوريزونتال او فيرتيكال. اذا هنا خاصنا نلقاو في هاد لا لين نلقاو 5 لا بويسونس موان 3 و اذا هنايا خصنا واحد لو نومبر هنا باش نلقاوه. يعني خاصنا نديرو لا توتاليتي كتعطينا. اذا لا توتاليتي ديالنا يعني المجموع هذاك لا ميم ريزولطا ديالي لا ريزولطا قلنا هي 5 موان 3 هي لا ريزولطا. إذن 5 موان 3 في دوزيام كولون أشنو كتساوي لينا؟ إذن كتساوي لينا باردون إذن كتساوي لينا هنايا هي 1 مضروبة في 5 أس ناقص 1 مضروبة في 5 أس إن حيت هما قالوا لينا بويسونس دو 5 يعني دو لا باز 5. اذا انا خاصني نقلب على ان شحال كتساوي وعلى الاشاره هنا بان عندي واحد خاصني نردو لا باز دو 5. اذا غادي دا تساوي اذا لا باز دو 5 اذا 5 لا بويسونس 0 لي كا بارتيكولي كيعطيني 1 ميتيبلي 5 لا بويسونس موان 1. اذا الا جمعت هادو غيعطيني موان 1 ولكن انا خاصني موان 3. اذا ميتيبلي 5 موان 2 فوالا. اذا موان 2 موان بلس موان كتعطيني موان 3 هي لا ريزولطا ديالي. اذا هنايا لقينا 5 لا بويسونس موان 2 فوالا. اذا نجيو نحسبوا هاد لالين. اذا ديما عندنا توجور موان 3 هي لا ريزولطا كتساوي اذا هي 5 لا بويسونس موان 2 multiplié 5 la puissance 2 multiplié 5 la puissance n. اذا ملي عندنا نفس لا باز كنحتافظو بلا باز. اذا هنايا غادي يعطيني هو 5 لا بويسونس موان 2 بلس 2 بلس n. اذا كتساوي لنا هي 5 لا بويسونس ان. دونك 5 لا بويسونس موان 3 كتساوي لا بويسونس 5 بويسونس ان. هذا كيعني ان ان ايكال موان ايكال موان 3 فوالا. اذا في هاد لالين عندنا 5 لا بويسونس موان 3 ونحسبو في لالين الاولانيه. اذا غنديرو 5 لا بويسونس موان 3 هي لا ريزولتا اوبتوني égal à 5 la puissance moins 4 multiplié fois 1
multiplie fois 5 la puissance n. Voilà. n égale 5 la puissance moins 4. Des cas particuliers, 5 puissance 0 égale à 1. Et enfin, 5 la puissance n. Et bien, on va conserver la base, c'est le 5. Et puis, on va faire la somme des exposants, les moins 4, plus 0, plus 1, plus n. Donc, on dit 5 moins l'exposant moins 3 égale à 5 moins 4 plus n. يعني تكافئ أن موان 3 إيغال أ موان 4 بلوس إن. ألوغ إن إن إيغال أ موان 3 بلوس 4 إيغال أ 1. دونك هنا غادي نوليو بأن موان 5 بلوس 3 إيغال إيش 5 بلس 1 تنبلا ما نكتبو هادي. إذن هنايا 5 à la puissance n puissance 1 égale à 5. دونك فهاد لاكاس غادي نديرو 5. فوالا. إذن هنا إلا حسبنا الكالكول غادي نقول 5 à la puissance 1 خاصنا نلقاو موان 3. إذن قالو هوريزونتال فيرتيكال موان 3. إذن غادي نجيو لهنايا بقى لينا غير هذا، نحسبو هذا. عندنا المهم نفس الطريقة، موان 3 إيكال هي 5 لا بويسونس موان 4 ميتيبليي في 5 لا بويسونس موان 2 ميتيبليي في 5 لا بويسونس إن. إذا نقلبو على إن، إذا إيكال هي 5 لا بويسونس هي موان 6 بلوس إن. Voilà, on dit nous dirons moins 3 égale à moins 6 plus n. Et donc n, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a moins 3 plus 6, ou qu'est-ce que ça veut dire? Plus 3. Et on va dire, on dit 5 la puissance 3. إلا درنا 5 بويسونس 3 هي هادي كتعطينا هنايا موان 6 بلس 3 كتعطيني هي موان 3. فوالا. إذا بقى لنا واحد العدد هو اللي باقي. إذا بقى لنا ديما لا ريزولتا أوبتوني هي 5 لا بويسونس موان 3 إيكال 1 ميتيبليي في 5 لا بويسونس 2 ميتيبليي في 5 لا بويسونس n. إذا حنا كنقلبو على n. إذا إيكال هذا كا بارتيكولي اللي هو 5 لا بويسونس 0 ميتيبلي 5 لا بويسونس 2 ميتيبلي 5 لا بويسونس n. اذن اون فاغاردي لا باز اذن ايغال هي 5 لا بويسونس 2 بلس n. اذن كي ايكيليبري بأن 5 لا بويسونس موان 3 إيكال إيش 5 لا بويسونس 2 بلس إن. سا فو دير عندنا ميم باز. إذا ليكسبوزون غادي يولي هو موان 3 في ليكسبوزون إيكال 2 بلس إن بلس إن. إذا إن إيكال موان 3 moins 2 égale à moins 5. Voilà. Et donc, j'ai oublié, on va dire que c'est n à 5, la puissance moins 5. Et donc, quand on a un phantom zianad, le carré magique, et donc, on va dire que c'est un exercice à faire. C'est pas clair.